متعة على منحدرات مختلفة إذ لا جليد هنا، لكن الناس يمارسون التزلج على مدار السنة. كوبن هيل اسم تل التزلج الاصطناعي هذا الواقع وسط العاصمة الدنماركية الذي بني في عام 2017 على محطة حرق نفايات وحولها. مصاعد تحمل عشاق التزلج إلى القمة، وعلى ارتفاع نحو 100 متر يبدأ مسار بطول نصف كيلومتر، وهو ليس الأكثر تطلباً لكنه الأكثر استثنائية في أوروبا. التزلج في الصيف رائع، منتهى المتعة بسروال قصير وقميص. الدنماركيون المهتمون بالبيئة يستمتعون بالتزلج على النفايات، زحلقة وتسلق وتنزه سيراً على الأقدام فوق محطة طاقة شكلها مستقبلي، هي بمثابة واحة للترفيه، وهي من معالم المدينة اللافتة، كما أنها جميلة وحديثة وعلمية. نلاحظ التركيز على الهندسة المعمارية، لذا فهي دنماركية للغاية. ومن مميزات كوبنهاغن منحدر تزلج مصمم فوق محطة حرق نفايات. كوبنهاغن فيها تتداخل المباني التاريخية بالتصاميم الحديثة. البناء هنا مختلف ومستدام وشكله مدهش. المدينة الخضراء تسعى إلى تحقيق الهدف الطموح بأن تصبح أول عاصمة محايدة مناخياً. كوبنهاغن مدينة فازت بلقب الأكثر ملائمة للعيش في العالم عدة مرات. كوبن هيل واحد من مشاريع رائعة كثيرة، وتخطيطه من مهام كبيرة الاستراتيجيين للتحول الأخضر في كوبنهاغن كاميلا فاندويرس. أزور أماكن ككوبن هيل وأتخذ من كل المدينة مكتباً لي. إنها وظيفة تتيح لي التحدث يومياً عن تفاصيل هذه المدينة والالتقاء بأشخاص كثر ملتزمين بالتغيير. كاميلا مهندسة مدينة كوبنهاغن منذ عام 2019، وتستطيع من خلال منصبها القيام بالتخطيط الحضري ولعب دور حاسم في تشكيل العمارة. الأمر يتعلق أولاً بإنشاء مدينة تستحق العيش فيها، لذا فالشغل الشاغل هو كيف نجعل الحياة اليومية أفضل للسكان، وكيف نحقق التحول في التنقل، وما الذي نوفره للأطفال في هذه المدينة. ثم هناك بالطبع أسئلة أخرى، ومن بينها ما مدى خضرة شوارعنا، وماذا بشأن التربة، وكيف يمكن إنشاء فضاءات عامة حيوية. نفكر في المدينة انطلاقاً من الناس. العمارة ليست الهدف، وإنما هي المسرح الذي تجري عليه الحياة. الرؤية إنشاء حاضرة للقرن 21 تجمع بين الاقتصاد والبيئة والعيش والعمل والراحة والتشويق. لكن حتى في المدينة الخضراء هناك زوايا أقل جمالاً، القنوات إحداها. القمامة كثيرة هنا في كوبنهاغن، هناك مثلاً، لذا سنبدأ من هنا ثم نستكشف الميناء. غرين كاياك تجمع متعة التجديف وحماية البيئة، أو ما يسميه توبياس وهو أحد المؤسسين صيد القمامة. هذه نفايات معهودة، ماكدونالدز وعلب وأكياس رقائق البطاطس، الكثير من البلاستيك.
الفكرة بسيطة، يمكن لأي كان استخدام قوارب الكاياك مجاناً شرط أن ينتشل القمامة من الماء. لا أعرف هل لي أن أكون سعيداً أم حزيناً. من الجيد انتشال القمامة، لكن لا ينبغي أن تكون هناك أصلاً. بعد ساعتين على الماء حان وقت الوزن، 17 كيلوغراماً، كمية ليست بالقليلة. يوم ناجح. لقد استخدم أكثر من 60,000 شخص قواربنا، فجمعوا أكثر من 94 طناً من القمامة، ونحن نعمل بجد لكسر حاجز 100 طن. الكل في قارب واحد، جرين كاياك. لكن وسيلة النقل المفضلة لدى الدنماركيين هي الدراجة الهوائية، وستظل كذلك. وقد تمكن ميكائيل كولفيل أندرسن من استكشاف جل المدن الكبرى في العالم بالدراجة، فقد سافر المدون إلى اليابان والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، لكن المدينة المفضلة لديه هي أمستردام، تليها كوبنهاجن مباشرة. 60% من الناس في كوبنهاجن يركبون الدراجة يومياً، أطباء وسياسيون ومحامون وطلبة وأطفال، الجميع يقود دراجة هنا، وقد تم تصميم المدينة وفقاً لذلك. ركوب الدراجة في كوبنهاجن هو ببساطة أسرع وسيلة للانتقال من نقطة إلى أخرى. ميكائيل خبير في التنقل الحضري، وهو مقدم سلسلة المدينة بالحجم الطبيعي نبض المدينة، وهو يقدم النصائح بخصوص جعل المدن أجمل وأفضل وأكثر ملائمة للعيش. نموذج كوبنهاجن منتج يلقى القبول في الخارج. نحن بلد التصميم ونفتخر بذلك. أطفالي يتعلمون التصميم في الصف الثالث. تتميز التصاميم الدنماركية بأنها عملية تؤدي وظيفتها وهي جميلة، وهذا مفهوم المدينة عندنا أيضا. نحن من يصممها بحيث تكون ممتعة وعملية في آن واحد. نحن ندمج بين هذه العناصر بدلا من تركها في الأدراج. أسبوع الموضة. يقال إن أسبوع الموضة في كوبنهاجن هو الأكثر استدامة في العالم، حيث يحظر استعمال الزينة التي تستخدم لمرة واحدة، وكذلك الزجاجات البلاستيكية، كما على العلامات التجارية أن تلتزم بالحد الأدنى من المعايير البيئية. حماية البيئة أمر دارج للغاية. هناك شخص أدار ظهره لهذا النظام، ومع ذلك أو ربما بسبب ذلك ما زال ناجحاً. إنه مصمم الأزياء سيغورد بانك، الذي كرس فكره لإعادة التدوير. فهو ينتج في محترفه بكوبنهاجن ملابس عالية الجودة من بقايا أقمشة مصانع الملبوسات ومن منتجات قديمة. لابد من الاستمرار، وإلا سيكون ذلك مجرد طرفة دعائية، لكنني لا أظنه سيحقق التغيير حقا، بيد أن هذا يضع قطاع الأزياء في بؤرة التركيز بشكل أكبر ويدفعه أكثر نحو الاستدامة. عبر علامته التجارية MFBN ينتج ملابس حصرية من الكلاسيكية والرسمية ووصولا إلى غير الرسمية. يعد سيغورد بانك أحد النجوم الجدد في مشهد تصميم الأزياء الدنماركي، وقد أكمل المسار الوظيفي الكلاسيكي لمصمم أزياء، ولا يرى نفسه كمتمرد بل كمشكك في الأمور من خارج السرب. الشراء والإنتاج يفوقان الحاجة بكثير. أستصعب أن أقول ذلك في وضعي، ولكن علينا خفض استهلاكنا، وهذا ينطبق على كل شيء في الحياة، من الإلكترونيات إلى الملابس. تزحلق سريع على المنحدر بينما تحترق القمامة تحته، والمصعد الزجاجي يوفر رؤية واضحة للداخل. 70 طناً في الساعة و300 شاحنة تنقل يومياً القمامة التي تحرق في المحطة لتوليد الكهرباء والحرارة. إنها تقنية تحول النفايات إلى طاقة نظيفة.
من الجنون أن تساهم محطة معالجة نفايات في تحسين صورة المدينة. عادة ما تكون مثل هذه المحطات خارج المدينة بعيدة عن الأنظار، لكن هذا ليس موقفنا. فالمدينة تنتج القمامة التي يجب التخلص منها، ومن المهم أن يرى المواطنون الأمر ليعرفوا ما الذي يحدث هنا كجزء من الحل. موضوع المحطة لا يخلو من الجدل، إذ يقال إنها أكبر من الحاجة المحلية، وإنه من الأفضل عدم إنتاج الكثير من النفايات أصلاً. ومع ذلك المحطة جزء من استراتيجية جعلنا محايدين لثاني أكسيد الكربون. ووفقاً لشعار تحويل النفايات إلى طاقة، تهدف هذه التقنية إلى تعزيز سمعة كوبنهاجن كأكثر العواصم خضرة. إذا لم نحرق النفايات فسينتهي بها الأمر في المطامر، حيث ينبعث منها غاز الميثان. تحويل النفايات إلى طاقة يعني تحويل المشكلة إلى مكسب، وهذا يجعلها مستدامة. استهلاك كميات أقل وإعادة تدوير الأشياء حتى لا تكون هناك نفايات في النهاية، طريق الوصول إلى تلك النقطة طويل. كوبنهيل عبارة عن محطة للطاقة تتحول فيها النفايات إلى كهرباء، وهي أكبر وأعلى مبنى في كوبنهاجن. بيارك إنجلز، المهندس المعماري الدنماركي الشهير ذو 49 عاما، لديه ميل لغير المعهود، وكوبنهيل من تصميمه. يبدو الأمر وكأنه خيال، ولكن هذه هي قدرة الهندسة المعمارية على تغيير العالم، وهي تبدأ بفكرة مجنونة ثم تتحول إلى حقيقة. تصاميمه مشهورة عالمياً، وهو مطلوب في جميع أنحاء العالم. لقد صمم بيارك إنجلز الكثير من المباني في مدينته كوبنهاجن، وبالكاد تتحول مثل هذه الأفكار الغريبة إلى مشاريع جريئة كهذا في مدينة أخرى. لا يمكننا منافسة ستوكهولم أو أوسلو من حيث الطبيعة والمضائق البحرية. كوبنهاجن مسطحة تماماً وتبدو للوهلة الأولى عادية، ولكن إذا نظرت عن كثب ترى أن ما لم تصنعه الطبيعة صنعه الإنسان، أنشأه وصممه. هكذا هي كوبنهاجن. بيارك إنجلز يصمم مباني متعددة الوظائف، يريد أن يفعل الأشياء العادية بطريقة غير عادية. من يريد أن يبني بطريقة بيئية ليس عليه أن يتخلى عن متعة الحياة والراحة، هذا هو نهجه. نحن نسمي هذا الاستدامة الممتعة. نسعى في جميع مشاريعنا إلى الاستدامة التي لا تعود بالنفع على البيئة فحسب، بل تحسن حياة البشر أيضا. إنها استدامة بلا تنازل وحلول وسط، بل ينبغي أن تكون جذابة بحيث يسعى الناس إليها. الساحة الحمراء في كوبنهاجن، لافتة النيون من الصين وموسكو، والمقاعد من إيران، ولعبة التزلج من اليابان. لقد تطورت منطقة نيربرو التي كانت تمثل مشكلة في السابق إلى منطقة عصرية متعددة الثقافات. والساحة تعكس غزواً ثقافياً مقصوداً يتكون من 108 عملاً من أكثر من 50 دولة، صممه بيارك إنجلز بمشاركة السكان. هنا تعيش آنا بيكسو وتستلهم أفكارها. أغانيها تتحدث عن تقرير المصير، وكذلك دائماً عن طبيعة وحال كوبنهاجن. حالياً يلعب المناخ والاستدامة دوراً كبيراً. أفكر في إطلاق ألبومي على فينيل. هل هذا ممكن؟ هل يمكن القيام بذلك بشكل مستدام؟ وكيف أصل إلى حفلة التالية؟ لا مشكلة هنا في كوبنهاجن، بل فيما هو أبعد. لطالما أتساءل كيف يمكننا تجنب الإساءة للبيئة؟
آن ابنة 29 عاما والمعروفة أيضا بنوكس جاءت إلى كوبنهاجن قبل 10 سنوات، وهي واحدة من النساء القلائل في أوساط الراب المحلي. المميز هنا إمكانية وصولنا مشيا إلى كل مكان تقريبا، فأحيانا ينظر الناس إلي باستغراب عندما أقول إنني أمشي، ولكن هذا هو الحال، فكل شيء قريب. أرى أن كوبنهاجن قرية كبيرة مقارنة ببرلين مثلا. كوبنهاجن فتية وعصرية. أكثر من أي مدينة أخرى تم الاشتغال على تحويل كوبنهاجن إلى مدينة مستدامة وتستحق العيش فيها، والساحة مثال على ذلك. منذ افتتاحها أصبحت الساحة من ميزات نوربرو. إنها بمثابة غرفة المعيشة في هذا الحي إنجاز التعبير. يأتي اليوم كثيرون ممن لم يكونوا ليأتوا إلى هنا أبداً لحضور الفعاليات الثقافية أو ممارسة الرياضة أو لمجرد قضاء الوقت. لقد تغيرت صورة هذا المكان وانفتحت ومعها الحي. تتفوق كوبنهاجن حالياً على نفسها في مجال وسائل النقل الرفيقة بالبيئة، ففي السنوات 10 الأخيرة وحدها استثمرت المدينة 300 مليون يورو في توسيع مسارات الدراجات الهوائية. التزاحم كبير، ببساطة لا توجد مساحة كافية للجميع، وبخاصة في أوقات الذروة. ومن المقرر إنشاء أماكن ركن جديدة للدراجات. هذا تحدي حقيقي للمدينة، كيف نوفر مواقف للدراجات؟ بالتأكيد يتعين علينا استثمار الكثير من المال. من الأفكار المطروحة بناء موقف للدراجات الهوائية أعلى أرصفة محطات القطارات. طول مسارات الدراجات 500 كيلومتر، فالبلدية تعمل على إنشائها منذ 20 عاماً. فضاء المدينة يشمل مواقع ترفيه قريبة في وسط المدينة. توجد الآن 7 مناطق للسباحة على الواجهة البحرية. يستفيد الموظفون من استراحة الغداء ويذهبون للسباحة، ثم يعودون إلى المكتب. عمارة وجودة الحياة صنعت في كوبنهاجن، كاميلا مطلوبة عالميا. هنا تلتقي بمهندس مدينة بلغراد. يأتي الزملاء من جميع أنحاء العالم ليستلهموا من كوبنهاجن. العاصمة الصربية تعاني من مشاكل تختلف عن تلك التي تواجهها كوبنهاجن، لكن الهدف واحد، وهو تحسين المدينة لسكانها. أي تجربة من تجاربنا تثير اهتمامك؟ ما الذي يمكننا أن نطلعك عليه؟ القضية الأهم هي المواصلات الرفيقة بالبيئة. من يركبون الدراجات الهوائية عندنا 0.7% فقط. هنا في كوبنهاجن حضرنا دخول السيارات إلى وسط المدينة وأنشأنا مسارات للدراجات الهوائية. يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة لدى المخططين والسياسيين المحليين لأخذ مساحة من السيارات. استبدال الرمادي بالأخضر. فوق أسطح المدينة أوستغرو، أول حديقة حضرية على الأسطح في الدنمارك. إنها واحة صغيرة، هنا تنمو زهور وأعشاب وفواكه وخضروات عضوية على مساحة 600 متر مربع. الثلاثاء من كل أسبوع هو يوم أعضاء الجمعية، حيث يعملون مع متطوعين هنا في المزرعة. أنا مهتمة بالبيئة وأستمتع في الهواء الطلق. أسكن في الطابق الثالث وليس لدي إمكانية لزراعة أي شيء هناك. أرى أنه من الرائع أن يلتقي أناس من جميع أنحاء العالم هنا ويعملوا من أجل قضية مشتركة. نأتي لأننا نريد أن نكون هنا ولأننا نحب أن نكون في الطبيعة. هذا حقا رائع.
حتى عام 2014 كان هذا سطح مرأى قديم، والآن أصبح جنة نباتية فيها نحل كثير وحظيرة دجاج وأخرى للأرانب وموضع لإنتاج الدبال. صاحبة فكرة جلب الزراعة العضوية من الريف إلى المدينة هي ليفيا أوربين سوارت هالاند، التي كانت أنذاك طالبة تتعلم البستنة. بدأت حديقة أوستاغرو كحلم. أردنا مزرعة حضرية بمزروعات محلية ومستدامة تمنح سكان المدينة البعيدين عن الطبيعة الفرصة لتجربة ودعم الزراعة العضوية بأنفسهم. ازرع خضرواتك بنفسك مجدداً وشاهد كيف تنمو وما الذي تحتاجه. يمكن لأي شخص أن يشارك، بالإضافة إلى متعة البستنة يلعب التواجد معاً دوراً أيضاً، وبالطبع لا ينبغي الافتقار إلى رسالة. أعتقد أن ما يوضحه مشروع أوستاغرو بشكل جيد هو ضرورة أن نتناول المزيد من الخضروات المحلية. يجب أن نأكل المزيد منها وأن نتأكد من أننا نأكل منتجات عضوية وأن نثير الاحترام والتفاهم لمسار الطبيعة والموسم الذي نحن فيه. تشمل الفكرة مطعماً أيضاً. أوستاغرو هي أول حديقة حضرية على الأسطح فيها مطعم، حيث يضحو أندرش للأعضاء اليوم. لدينا الكوسة والشمر والبطاطس الحمراء المخبوزة وسلطة مشكلة. توجد صلصة معدة بالعسل أيضاً، ولذا فهي ليست للخضريين. وهناك أيضاً المايونيز والكاتشب. البستنة الحضرية زراعة مختلفة، فإما أن تأخذ الخضار معك إلى المنزل أو تكافأ بوجبة رائعة في نهاية اليوم. هنا تعتمد البستنة الحضرية على نطاق واسع، وهنا تحول المصرفي إلى مزارع. قبل 8 سنوات استبدل أندرش ريمان مكتبه بقاعة إنتاج والبدلة بملابس واقية، وأسس أكبر مزرعة داخلية في أوروبا في العاصمة الدنماركية. هنا الروضة، وفي الخلف محصول ناضج. نحن نحصد هنا 15 مرة في السنة على 14 مستوى، وهذا يعني أننا نحصد 210 أضعاف كمية الخس على نفس المساحة التي يستخدمها مزارع تقليدي. السبانخ والجرجير وغيرها تكون جاهزة للحصاد بعد 4 إلى 6 أسابيع فقط. هدفه هو تأمين المواد الغذائية في المناطق الحضرية، خاصة في ظل كورونا والحرب في أوكرانيا. اتضح ضعف الإمداد بالمواد الغذائية، ولذا نحتاج إلى أن يكون إنتاج الغذاء في المدن جزءاً من البنية التحتية. تستورد الدنمارك جزءاً كبيراً من خضرواتها الورقية من الخارج، ووفقاً لأندرش ريمان يمكن لعشرين مزرعة داخلية كهذه أن تغطي كل حاجة البلاد من الخضار الورقية. إن إنتاج المواد الغذائية بشكل تقليدي يتسبب بنسبة 30% من الاحتباس الحراري، ويحتاج حالياً ل 38% من مساحة اليابسة في العالم. لأول مرة تتوفر لجيلنا إمكانية تقنية تتيح إنتاج مواد غذائية أكثر على مساحة أصغر بكثير، وهذا يعني أنه يمكننا إعادة الأراضي الزراعية إلى الطبيعة وترك الغابات تنشأ مجدداً. أندرش ريمان متفائل لأن قاعات مشابهة لقاعاته ستساهم قريباً في توفير غذاء آمن وصحي في المدن حول العالم. ارتفاع منسوب المياه لا يؤثر بها سلباً، لا بل تشهد كوبنهاغن كسب أراضٍ،
ففي السنوات العشر القادمة ستعبر 350 شاحنة يومياً المدينة متجهة إلى الميناء ضمن أكبر مشروع بناء في تاريخ الدنمارك لتصب مئات ملايين الأطنان من التربة والرمال. إنها لونيتا هولم، جزيرة اصطناعية جديدة حيث يردم جزء من البحر لتتشكل حماية لسكان كوبنهاغن وقريباً موطن أيضاً. الجزيرة مهمة جداً لأنها تذلل تحديات عديدة تواجهها العاصمة بضربة واحدة، فهي تحمي المدينة من عواقب تغير المناخ، ويتم التخلص من مخلفات البناء هنا وإنشاء مساحة سكنية تشمل مدارس ومكاتب وشركات. حصن ضد العواصف في المستقبل يوفر مساكن جديدة ل 35 ألف نسمة على 3 كيلومترات مربعة، حي جديد تماماً على الساحل، هكذا يروج السياسيون والشركات المعنية للمشروع. ميكائيل كولفيل أندرسن يأمل أن لا يصل الأمر إلى هذا الحد، وهو ليس الوحيد الذي يخشى على بحر البلطيق. جزيرة لونيتي هولم كارثة بيئية، ولا يتعلق الأمر فقط بالتبعات على البيئة البحرية، فمضيق أوغيزوند يشبه عنق زجاجة في هذه المنطقة، وتبادل المياه في بحر البلطيق معرض للخطر وسيتأثر سلبا، وهذا يسبب مشاكل لهذا البحر الذي يعاني حاليا بالفعل. هل يتم بناء المستقبل هنا أم تدميره؟ مشروع القرن الدنماركي لمواجهة التغير المناخي مثير للجدل إلى حد كبير، ومن المقرر استكماله حتى عام 2070. البعض يقول إنه غسيل أخضر، بينما يرى آخرون فيه حماية للساحل، علما بأن كوبنهاغن معرضة للخطر بشكل خاص. جزيرة لونيتا هولم أحد الحلول، تمكن مناقشة الأمر. ما الحجم الذي ينبغي أن تكون عليه؟ ما هي مساحة الجزيرة التي يجب أن تكون خضراء؟ وما هي المساحة التي يجب البناء عليها؟ أعتقد أنه بغض النظر عمن تتحدث إليه، فنحن نتفق على أن شيئا ما يجب أن يحدث، وإلا فسوف يغرق وسط المدينة ولا أحد يريد ذلك. مدينة تتطلع نحو المستقبل معتمدة أفكارا حديثة تجمع بين الاستدامة والمتعة ورغبة في أن تكون رائدة في التماسك الاجتماعي والحياة الصحية. البيئة كرؤية، حيث الأهمية للبشر وليس للسيارات. عصرية ومريحة وتقنياتها فائقة، وفي حين يطول انتظار المستقبل في مدن أخرى، نجده قد بدأ بالفعل في كوبنهاغن.